اهلا وسهلا. دكتوره مسلسل، عايزه اقول لك ان صفات حضرتك بصيها في زوجي كلها. في زوجك؟ عمر جوازك كام سنه يا ام محمد؟ انا عندي 17 سنه. 17 سنه زواج. تمام، وعامله ايه بقى؟ احكي لي كده. بعمل ايه يعني؟ الواحد بيضحك عشان العيل يعني. حاولتي يعني على طول سكتني يا دكتوره، وزعلت كذا مره عندي بسويها وكده، ف دعيني برجع تاني، فمش عارفه. طيب هو بيتغير لما بترجعي؟ حسيت ان في تغيير؟ حسيت ان في تعاطف؟ لا يا دكتوره، ما فيش حاجه من ده كله يعني. برضه حتى انا ابقى قاعده في البيت كده بحريتي، مثلا لا ما تلبسيش اللبس ده، ما تحطيش يعني تحطي حاجه على شعرك، حتى في البيت كده انت شكلك وحش بشعرك كده، هويتي يعني على طول يعني انتقد على طول على طول. انا لله. طيب يا ام محمد، انت سمعتي الحلقه بتاعت النهارده في الحلول وازاي اتعامل معاه؟ انا اغلبيه اللي حضرتك قلتيه ده انا بعمله، بس المشكله ان انا عصبيه فما مش بقدر يعني اكمل. طب اسمعيني يا محمد، هقول لك على حاجه جميله جدا، كويس انك فكرتينا بيها. انا قلت في الحلقه في العلاج، خلي بالكم الشخصيه النرجسيه دي بتعمل ايه؟ بتحقر، بتشتم، بتهزق، عشان ايه؟ عشان تتنرفز. بصوا، اول حاجه تجاهل، انت كذا وانت كذا، ربنا يعيني والله ويصلحني ان شاء الله، مش بقول لك كوني بارده واستفزيه بس كده. رد الفعل ده، انت شكلك وحش بشعرك، روحي وانت في بيتك، انا ما بقولش بره، وفي شكلك وحش بشعرك، البسي شرب والله. طيب رد فعل صفر صفر. ليه؟ لان المستهدف عنده انه يستفزك فتتنرفزي فتعملي، فتبصي تلاقيه مبتسم كده ابتسامه خفيه كده. لا، ما تناولوش الامر ده، حتى انت ذات نفسك لما بتتنرفزي قلنا ده اهتمام سلبي. انا لا عايزاكي لا تهتمي اهتمام سلبي وتوضحي، ولا تبرري، ولا تقول دفعي يبقى اهتمام ايجابي، صفر. رد الفعل صفر. والله ربنا يعيني ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله، وابقى حلوه وشعري حلو. شفتي البرده الهاديه؟ اشربي لك 200 بقى لمونايه وبتاع، واعصري على نفسك وكده. بالتدريب بالتدريب، انا حكيت لكم مره وبكرر الحكايه دي، لان الحكايه دي حصلت حقيقي، انا ذات نفسي ما كنتش مصدقه. انا قاعده قدام دكتوره هاديه جدا، وانا من نوع بسرعه، قلنا النتائج ويلا الخطوات ونخلص، عايزه الدنيا كده يعني تخلص كده، ما بحبش الريتم الهادي في الكلام، مش كده يعني ايه، لا يعني بسرعه ننجز. فكلمتها فهي حست ان هي وانا قدامها في المحاضره ان انا يعني ايه كده، قالت لي تعالي، وقامت جايه فاتحه لي البتاع بتاعها، اللاب بتاعها، وقامت جايه مورياني نفسها، قالت لي انا دي انا قبل 5 سنين. ما صدقتش. بصوا، انا عارفه انما العلم بالتعلم والصبر بالتصابر، كل حاجه بتيجي بالتدريب، بس التغير الجذري ده كانت فظيعه. وما هي مش عارفه ايه ده، وتزعق مش عارفه ايه، لا يوجد. قالت لي دي انا. شوفي قاعده ايه دلوقتي، انا بقول يا رب بقى خلص اللي بعد، مش قادره بالهدوء ده خالص. فالامر يا ام محمد بالتدريب هتعرفي. رد الفعل صفر، التجاهل، ما تبرريش، ما بيتغيروش، ولا تحاولي الدفع، مش هيتعاطف معاكي، مش هيتعاطف. بس في اولاد 16 سنه 17 سنه زواج والكلام ده، وبكرر وبغضب وبرجع والكلام ده، التعايش مع الامر. ما بقولكيش اقبلي وانت هتموتي، وما بقولكيش موتي، بس بقول لك دير الموقف، دير الشخصيه، ما تسمحيش لحد ان هو يهزمك الهزيمه النفسيه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تعيد الحلقه في النقاط تاني، وجربي كده كل يومين ثلاثة أربع خمس خطوات، لحد ما ان شاء الله بالتدريب وبالصبر على الامر الدنيا بتتعدل تماما. بييأس، ما بيعرفش يمارس بقى ايه يعني نرجسيته عليكي بعد كده.